بس والله سبحان الله شلون يلف بيها. شربكه شربكه لكن ما طلها ما طلها اذا كلها ما بالها. سبحان الله خرب عقله شلون غير. بس ايش قد قوي النمله وهو قدرها مو جاي يلف عليها هذا شو اسمه بس هي تقرص بيه يمكن قدرها قد ما طلون خرب شربكه والله ما بالك هذا جاي من يفتر جاي يلف عليها هذا شو اسمه خرب عقلك. بس دخيل الله ذاك مشيته هاي خلصها رافد لو خلها سبحان الله. بس والله قوية هاي بس راح يلف جاي يلف عليها هو بس ما نزلوا من الضوء سيداسة وخطية ولك هذا هذا شوف هذا بتشلب ورا هذا هنا ايه المخرة لا خلي اوف لا اوف شنو خلي تغطيه هو ربك خالقهم هيك والله يعني انت هسه اقول لك حرام تاكل دجاج والله خالقك دجاج حتى تاكله قالهم تعركوا وش تعركوا هي سنه الحياه ايش فيك والله سنه الحياه الله خالقهم هيك على هذا حكي قاعد يموت العنكبوت ما ياكل بعد عمي يروح شوف غيره اخي اوف خطيه والله خلي عيش شوف ما طلع عمي هو ما جاي يخليها والله كل ما تريد خطيه ترى تراب شو صار بيها مو تراب هو هذا شو اسمه هو هذا شو اسمه الشبكه مالته خطيه اختم قلت له سوي لها تنفس صناعه قاسم شوف شوف عضها عضها كلها بس والله بعدها قوي قوي ما طلع هذا كلمة ثاقة هذه يا ابو الله ذاكم شدها شو هو اللي ياكل بيها وما ياكلها السرعة ظل يخليها اي لف لفها 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 لبني مو تاكلها شو قد اقرص بيها شوف كم شتها صراع بين الحياة والموت سبحان الله والله نخلق صلى ساعة يلف خطية نخلق ولا كركبها وعلى خطية صامل عليها أكثر من خمسة رافض راح انقذها انا ما خلي ايش تنقذها هي ذات ماطر ايش بيه قاسم؟ وش تنقذ بعدها هذا واقف عليها هو منتظرها ايش فيك عمي؟ منتظرها تموت هو سوى صافي ليش صافي هذا؟ خاف ضربها السين شو شنو؟ خاف هو مات لا جوز قضى هذا شو شاف؟ رداها والله رداها خاف اي خاف ظل يفرخ هاي الشبكه ينتج شان شبكه ينتج عفته ايه يكرم الله كم شده بس خرب عقلك خرب عقلك فلت زو رابط رجيه بس الورا ايه شوف بس رجيه الورابطه بس والله عفته عضه وعلى ذاك مشده هاي كنا على البليسيا خرب عقلك ولك عوف انت تكلمت ها انا طلع داع هذا بس تخلص هاي مالتها قاسم بس بوال انت يعني شلون هسه اذا ما تاكل دجاج مو تموت بويا هذا الله خالق سنه الحياتي هرم سنه ذكر اخذناها بالاحياء مظلومه هاي عم مظلومه حيوان قالها تجي لهنا بهالفرع هذا هاي القاع خاصه بالعنكبوت طلع 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 طلعت علي علي خرب ايش قد قاومت بس تشلب هاي تطلع شوف شو قاعد تنظف قاعد تنظف بوي هاي مالتها ولا ما هذا العنكبوت وكيف هذا هذا ترى في يمكن لا لابس نظارات ما اشوف عدل في قضيه لا شوف هنا بغوش ابو مغوش في الكاميرا ابو الكاميرا والله مغوش شوفه اسد تفضل ولا كلولا تفضل هلولا
ولك وجعتك ما يهدى اللي ياكله اليوم. وعلي وعلي بس 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 تلقفة بس لو تنفتح رجل هاي الأخيرة. هو مكلب رابط رجلين ورا. لا لا عليك أبوه. دلل دلل دلل. صراع بين الحياة والموت. شوف الصناعش مكلب أنا برجلين. يا هاي شو اسمها؟ ما وضحت. شوف 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 دقة الكاميرا. شوف دقة الكاميرا ولك. شوف دقة الكاميرا. أحسن مهمة دي. والله قلت خاف. مصطفى جاي لك ليه؟ تعال شوف شلون رابط رجليها قاسم. شوف الكاميرا شلون تبين. ها مصطفى. ها؟ نزلت هاي مزلت مصطفى؟ رفعت؟ لا 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 عد كرار عد كرار. بغرفتهم شوفها. شوف قاسم قاسم شلون شلون يطلع فوق. العنكبوت. شوف شردت رفعت. شوف. بنات ما شردت. وين شردت؟ ما ارجع ارجع قاسم بس بابا شو 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 مربوط رجليه بابا بالكامل شو تطلع شوف ايش انضربيه تفلت هي يا عمي هاي بيهم تشربه هي برجلها هذا هو هذا شو اسمه خف رابطها بهاي ولك هاي ثقيله ما ليش ينهار لا والله هو تشلبها هذا هذا اللي تشلبها دا تسحل بروحها ما قدرت تمشي بو عليها شبكه ولك هذا شبكه هاي شبكه مال شبكه بين رابطها رابط رجليها ورابطها بهاي تخش بو عليها هو ظليل شوف سي نظفت وخرته هذا بس بقى هذا اللي يم شو اسمه يم رجليها ايه 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 علي ايه ها طلعت خرب اقلش ارجع يلف عليها ها شلب بيها سريع هو سريع المشكلة يلف اردفتين ما هذا مشلب بيها شين هذا بنا طلع سلا واخرى بس هذا الا تطير وراه هي رافت انا وياك لازم نروح نشن جغرافيا والله على هالتصوير هذا جو انقلاب انقلبت ايه قرصها ويمكن كاسر رجليها من شنو هنا هاي ما ايش مسوي رجليها ليش ما تقدر تحركها قال لك غير مغراض اتولي 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 بالكاميرا بالضبط؟ لا لا خير شو بقى بطيزة كان بقى بالكامر بطيزة شو يتحرك قاسم شو هذا ينفخ بيه شنو اخوي انت خلاص ده ينتج سوان صافي نمو هاي وين الدودة تعنية موت شوفي شو نظف شعراتها اغيثوني جاي الصح جماعتها ليش دهسه؟ بس خدتك مش هاي عم أنا طلعها. لك بوير رجليه مكسرة مش بيش بيك. شوفه كسر. جاك يتحرك وياك. فين ولا؟ بفلت يا عمر. ما يقبل. يقول لك هذا غذاء صار ساعة تحرك يا. لك بوير بنات الله هاي كلها كل يوم ما يدي. شلب عليه. فاضل ولا طيش؟ سبحان الله بس قد صار فوقها ما استسلمت ابد هم ايش يبغوني؟ مقبوله منك هاي مصطفى
سوينا اخر مره خليك لازم حتى لا تفهم لا ان شاء الله تعال شوف في المذاق مصطفى تدينونا انا راح افسر لنا شو جغرافا كبو ظبي تعال شوف هذا العنكبوت يربط بهاي يديك ترى صار ساعة صار بساعتين تعاركوا قاسم خلي الخشبة يريد يوخرها اجى عنكبوت تعرق الخشبة شو يسوي يا بابا راح اخبت يجي ليش تخبت لا خطيه صار ساعة تعرق يا عمي عمي صار ساعة اللي فوقها هذا شو اسمه اخبار حتى اخبار شو بيها؟ لا عفوا خليني اشرح على شو يسوي شو؟ بعد ايدك شو بعد؟ سنة بين الكبيره اي غير التقريب شو خطيه شلون تنظفها؟ كل ما شوف مساعة بداية العركة لا هذا العنكبوت مصطفى اكشن بداية العركة اه يتماطلون شوف ربط رجليه وكسرها يمكن ما قلت لك شو ربطها بطابوق اي خرب عقلك ربط على الطاولة شوف هالوسخ الوسخ كله ربطه برجليها شوف هو مشلب بيه لا لا ما طلع شو على القاوة حسن شوف اقول لك شلون يقضيها جمال شلون؟ شلون جمال ايش؟ ها؟ شوف قامت بطنش قاسم ولك انا رافقت يا خيك اجت الثانية ها شردتها ميمون وياكم؟ يمكن ايه وكان ميمونها ما تبع شوي قلب علينا لا قال هذا وياكم قلت له ترى مو قلت له حسبت حسابي قال هذا قلت لك منتظر وين؟ ولك شوف خطية لي الضربه ما تقدر بعد بينات الله كفر هذا بليت؟ اه ها؟ الجسم المثنى دول داخلين ولا؟ لا لا جمع المذكر بس اللي جمع ماكو كلمة الدولية كلمة ولا خير؟ هم تعرفنا امس اه مصطفى؟ شوف العنكبوت وين راح؟ بوي رفت هذا عركتهم للصبح ما تنتهي حسناء بالفاعل سهل ما في شيء شو قام تسحب بقى قاسم لا تسحب الوسخ نعم الفاعل من وين تركبت انا؟ نعم الفاعل شوي ما في شيء ما في شيء اسم يحل محل الفاعل كتب الدرس يكون اسم صريح او هذا والفعل مالته يكون مبني المجهول كتب الدرس قولي معنا زيد راح اقضي اقرا جمل اذا راح اجيب لك اختيارات نفس ذاك سؤال كامل اي اسباب تشبه ان انا ما فهمت انا بالفعل يعني شو تريد من عندي تجيب اختيارات ما قرها الاختيارات ما فهمت لا من حيث عمل تعمل العمل والبناء والمعنى والمعنى نصب به وين هذا العنكبوت جواد اختفي قاسم هذا وين العراق هذا خرب عقلك جوال لا ثوله بالك وين صور ذا ليش طبق جوال موبايل ترى هاي بين بالكاميرا شبيك وين هذا بس العنكبوت هذا ايش تقول هنا ادري ما ادري شوف وين ختل هذا لو كان لا رابطها بالاحتيار ولا شنو بس طلعها من النقل العاصفه عاد وين العنكبوت هكذا تنتهي المعركة هاي بعدي راح احسب با 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 شوف وين رابطه مصطفى خشبه